والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين النبي إلا أن يؤذن لكم إلى ضام غير ناذرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا ضعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث الله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تقولوا ذلك لما تقولون إلا ذلكم